يطبق من 15 مارس نقيب المحامين يصدر قراراً بشأن تلقي طلبات استخراج خطابات الخدمات الطبية. نقيب المحامين يقدم بلاغاً إلى النائب العام عن وقائع إهدار وإضرار بأموال النقابة. نقيب المحامين يصدر قراراً بنقل الأستاذ محمد جمعة عبد الحليم إلى إدارة البطاقات العلاجية. نقيب المحامين يصدر قراراً بنقل موظفين بالنقابة العامة إلى إدارة الشيكات والمراجعة. نقيب المحامين يصدر قراراً بنقل الأستاذ محمد سعد منصور إلى إدارة المعاشات بالنقابة العامة. نقيب المحامين يصدر قراراً بنقل موظفين بالنقابة العامة إلى إدارة تصديق العقود بالهيئة العامة للاستثمار. المحامين تعقد جلسة حلف اليمين القانونية 19 نقابة فرعية. النقابة العامة تنشر الكشوف النهائية للمرشحين على منصب نقيب المحامين بغرب طنطا.